انعش ذاكره الناس وننعش ذاكرتنا. بيمثل ايه بالنسبه لكم هذا اليوم كجيل؟ انتوا جيل جديد بيعمل بالسياسه وجيل جديد شال المسؤوليه، ربما مش عايز اقول مبكرا، لكن تصويب الموقف ان شلتوا المسؤوليه دلوقتي بيحمل ايه بالنسبه لك هذا اليوم ايضا؟ انا بالنسبه لي ده عيد التحرير. مصر اتحررت من جماعه كانت بتخطفها بقوه الفتوى والسلاح. ولما نبص على الفتره السابقه الاخوان ما كانوش بيحكموا مصر منذ تولي الرئيس مرسي، هما كانوا بيحكموا مصر منذ انتخابات مجلس الشعب في 2012 اللي كان عندهم الاغلبيه. ولما نبص على هذا التسلسل الطويل جدا من الممارسات اللي بعيده تماما عن اي منطق، عن اي وطنيه، عن اي فكره دوله مدنيه حديثه او دوله وطنيه حديثه، كان مساله فكر جماعات فقط لا غير. ويمكن ما كانش خيانه من اللفظ لما الرئيس مرسي طلع قال لك اهلي وعشيرتي، يعني هو بيخطب يعني. والمذهل ان في الخطاب بتاع اخر خطاب لمرسي وقتها كان يوم 2/7 لما اتكلم على الشرعيه قعد يتكلم قال لفظ الشرعيه حوالي 59 مره. والغريب ان هذا الرجل لما جه اول قرار اخده هو انقلب على الشرعيه، لان كان في اعلان دستوري لجاء. خد بال حضرتك ازاي؟ مش بس كده، كمان هو كمان لغى حكم المحكمه الدستوريه في حل مجلس الشعب وطلب مجلس الشعب مره ثانيه. انا بقول يمكن تفاصيل كتير قوي عشان احنا عشنا احداث كتير قوي، بس انا دي في تصوري احداث مهمه جدا، العناوين الكبيره، علشان دي بتجاوب على سؤال مهم جدا، هي مساله الديمقراطيه ومساله ما هم جم بالصندوق ازاي، ما مشوش بالصندوق وليه ما كانوش هيمشوا بالصندوق. لان لما تيجي في اول اسبوع من فتره توليك الحكم تعمل عمليه انقلاب على الاحكام بتاعه المحكمه الدستوريه العليا وتعيد مجلس الشعب اللي تم حله بحكم المحكمة الدستورية، وتيجي بعدها تلغي الإعلان الدستوري اللي كان قائم وقتها، فبتركز في إيدك كل الصلاحيات. فأنت كان وقتها عنده الثلاث سلطات، سلطة التشريع والرقابة والسلطة التنفيذية والتشريع، كان كل السلطات في إيده. مش بس كده، ده جه كمان في نوفمبر وحب يحصن قراراته وخلاها غير قابلة لأي نوع من أنواع طعون وخلاف. فبالتالي مسألة الحاكم المطلق والمستبد ده كان حاجة حقيقية. لما بنتكلم على غلبة الجماعة، لما نيجي نفتكر احنا كان في عندنا دستور في 2012 واتعمل له جمعية تأسيسية، والجمعية التأسيسية دي اللي هو المفروض مجلس الشعب المنتخب وقتها تعارض مع، احنا بنتكلم على شرعية الإعلان الدستوري اللي الناس نزلت استفتت عليه في مارس، اللي كان بيتكلم ان ما ينفعش ان مجلس الشعب بيختار الممثلين مش هو بيختار نفسه، وعشان كده تم حل اول جمعية تأسيسية. صحيح. وكان حوالي تلتينها لو اذكر على ما اذكر كان حوالي تلتينها من الاخوان والتيارات الحليفه ليها، من التيارات الاسلاميه الحليفه ليها. ده اول حاجه. لما تعادت تاني اختاروا الربع بس من مجلس من الشعب تقريبا ساعتها من البرلمان الربع، والباقيين حوالي 60% برضو من الانصار والحلفاء. فبالتالي هي كانت المساله توجه ان انت تختطف الدوله، تغير اسلوب حياه المصريين واسلوب معيشه المصريين والهويه بتاعت مصر اللي اتكونت عبر مئات السنين وشكلت النموذج الفريد والنسيج اللي مفيش زيه في حته في الدنيا، اللي كلنا بنفخر بيه، اللي اسمه المجتمع المصري والهويه المصريه. ومحاوله اختطاف ده كله بقوه الفتوى من ناحيه وبقوه الجماعه والحشد من ناحيه تانية. وزي يمكن ما صديقي العزيز النائب طارق اتكلم على حصار مدينه الانتاج الاعلامي، كان وقتها كمان كان في حصار المحكمه الدستوريه العليا طبعا علشان ما تطلعش احكامها. فبالتالي احنا كنا بنشوف فتره ضرب بعرض الحائط لكل مفهوم تخريب متعمد للمؤسسات، تخريب متعمد لفكرة سيادة القانون. أنا برضو خليني أفكر المشاهدين، وحضرتك أكيد فاكر الموضوع ده، وقت المظاهرات بتاعت الاتحادية نائب رئيس الجمهورية وقتها طلع اتكلم قال لك البقاء للأقوى. صحيح. نائب رئيس الجمهورية. احنا بنتكلم ده كلام يعني في انعدام شديد لاي حس سياسي بالمسؤوليه بشكل عام. في مواطنين في الشارع بيحتجوا محتجين، حضرتك تطلع تقول قال اقوى. وعلى فكره كمل خطابه من هنا ونزل الجماعات بتاعت الاخوان اللي تم حشدها من المحافظات كلها عشان تشتبك مع. صحيح. الناس اللي كانت موجوده ساعتها. فبالتالي هي مساله فعلا لحظه 30 يونيو 3/7 ده تحرير لمصر من هذه الجماعه اللي كانت ممكن تاخدنا لمآلات شديدة السوء ولسنا ببعيدين عنها.